انخرط مجموعة من الشباب كل من أحياء التقدم وبيقشار وحي الرومية والمنارة بمدينة بركان في مبادرة فريدة من نوعها، هم التزيين وصباغة عدد من الدروب والأزقة والفضاءات التي استعادت جماليتها في فترة الحجر الصحي المفروض بسبب فيروس كورونا المستجد. كما قام مجموعة من الشباب المتطوعين في بعض الأحياء برسم جداريات مختلفة، كل واحدة تعبر عن جمالها الخاص وتعبر عن انخراط الشباب في هذه المبادرة التي انتشرت عبر صفحات التواصل الاجتماعي التي جعلت أحياء أخرى تقوم بنفس المبادرة التي لقيت إقبالا كبيرا وساهمت في تزيين وصباغة عدد من الأحياء والأزقة، حيث تنوعت مساهمات كل سكان الأحياء كل على استطاعته من أجل رؤية أحيائهم في حلة بهية وجمالية جديدة. واستعان الشباب في إنجاز هذه المهمة بوسائل وآليات بسيطة ومبتكرة، متسلحين بهمتهم العالية وحسهم الوطني للحفاظ على نظافة أحيائهم وأزقتهم. ولقيت هذه المبادرة ترحيبا واستحسانا كبيرا من ساكنة الأحياء الذين عبروا عن شكرهم وامتنانهم للشباب على حسهم الوطني ورغبتهم في تعزيز جمالية أحياء مدينة بركان. كان معكم ماجد مجد، شكرا على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وشكرا لكم.